عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على نصايح مهمة جدا لأصحاب برج الميزان تخص المتبقي من شهر نوفمبر لعام 2020 او النص التاني بمعنى اصح. الفترة اللي جاية دي احنا لازم نخلي بالنا من حاجات كتير جدا يا اصحاب برج الميزان، ولازم نكون عندنا باور اكتر وطاقة اكتر وايجابية. عندنا في اشخاص حاقدين، رزلين، خبسة، مش لطاف ابدا ابدا بالمرة، عندهم حقد. انت عندك شيء تقييم او شيء تقديري، هتترقى، هتاخد مكافأة، هيكون عندك انك هتاخد مثلا شيء مهم، شهادة تقدير، هيتعلى بيك، يعني مستواك هيبدأ يعلى، ان انت الليفل بتاعك هيعلى. هيكون عندك اشخاص حاقدين شايفين ان انت ازاي كده، ازاي انتوا محسودين بطبيعة برج الميزان، محسودين على طريقتنا، تعاملاتنا، طريقة الكلام بتاعتنا، حركاتنا، كل حاجة. يقولك هو ازاي بيعمل كده، ازاي كده، ازاي على الكاريزما بتاعتنا، حتى دي كمان احنا محسودين عليها جدا، ده بطبيعة شخصيتنا. المشكلة ان احنا الفترة اللي جاية هنكون محسودين يمكن على الهوا اللي بنتنفسه، مع ان احنا صحيا خربانين وعندنا يعني الدنيا يعني الا من رحم ربي طبعا، بس محسودين حتى على ده، يعني حتى على الحاجات اللي فطبعا من الكلام ده كله لازم نخلي بالنا جدا ان احنا نداري على نفسنا كويس، وان احنا نحصن نفسنا، ان احنا لازم نخلي بالنا ان احنا فعلا محسودين، احنا فعلا محسود، يعني لازم نخلي بالنا جدا. المشكلة مش في كده وبس، ان في جزئية من اصحاب برج الميزان انتوا مش محسودين فقط، انتوا مسحورين. يعني ايه؟ يعني نخلي بالنا، هل احنا، وده انا قلته لكم قبل كده وهقوله لكم مرة تاني، ان احنا احلامنا طبيعتها عاملة ازاي، احنا بنحس بايه، في عندك خوف، لحظات كده خوف بتجيلك ولا لا؟ اعمل استنتاج لكل اللي انت بتعمله، وقتها هتعرف انت مسحور ولا لا، لان حياتك ممكن يكون فيها وقفة حال ليه علاقة بالعاطفة، مفيش موضوع بيمشي، او وضع مهني مفيش موضوع بيمشي، والعكس هو اللي حاصل من خلال التوقعات. يعني يكونوا حذرين جدا جدا، ما بلاش فكرة الطناش عشان وقتنا او عمرنا ما يضعش في الهوى. يمكن ناس كتير تبقى بتكبر دماغها من الموضوع ده، لكن انا يهمني كتير ان انتوا تاخدوا بالكم لو فترة قليلة، نعيد حساباتنا، احلامنا ايه، احساسنا ايه، دنيتنا ايه، هل احنا فعلا مسحورين ولا لا، لان في نسبة محترمة من اصحاب برج الميزان عندنا الموضوع ده. طيب برج الميزان دي كانت اهم حاجة عندي، لان ده اللي ممكن يخرب، الحسد والسحر ممكن يخرب الدنيا. الحاجة بقى اللي بعد كده، احنا محتاجين نكون قويين جدا 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 في اللي جاي، محتاجين ان احنا نشوف حياتنا اكتر، ان احنا نكون بنتعامل بقسوة، او ان احنا نظهر قسوة. يعني انت محتاج ان انت تتعامل، ما تظهرش نقاط ضعفك، ما تظهرش ان انت، ما تظهرش اللي هو ان انت، يعني حاول على قد ما تقدر ان انت تداري نفسك لو انت حسيت ان انت هتتحرك مشاعرك، ان انت هتبقى خفيف. لا، احنا محتاجين نكون قويين، محتاجين ان احنا نرد التعامل بتاعنا بشدية. حاول على قد ما تقدر ان الشخص اللي ظلمك انت بتحن ليه وبتحن الاشخاص، حاول على قد ما تقدر ان انت تتعامل اللي هو عادي. خلي بالك دايما ان انت لو الغلط من عندك هتلاقي نفسك لا شعوري انك بتعتذر حتى بالطريقة الغير مباشرة، وانك بترجع خلاص الدنيا بترجع، لكن ان انت متشبث او ان انت مش قادر وكرامتك وفي مقاوحة جواك، ده اعرف ان انت عملت اللي عليك بالزيادة. فحاول على قد ما تقدر انك ما تظهرش انك ضعيف او انك عايز ترجع او ان انت بتحاول تقرب. ليه؟ لان الشخص ده هيعلي عليك اكتر، الشخص ده لو انت رجعت له، او ايا كان الاشخاص اللي انت على خلاف معاهم في الوضع الحالي، لو انت حاولت ترجع لهم هيزيدوا عليك، الضربة هتبقى مضاعفة، هتبقى بالنسبة لهم شيء بيزلوك ان انت رجعت، هتندم مليون مرة انك رجعت وان انت اتحت لهم الفرصة لكده. كون قوي، ابدأ بص لمستقبلك، هو بص انت بتبص لمستقبلك، بس انا عايزاك ان انت تبص لمستقبلك اكتر وافضل، انك تكوني حابين حياتنا اكتر، ان احنا نكون بنبص لبكره، ان احنا عايزين نشوف حياتنا ايه، ان احنا نهتم بمستقبلنا، نعمل بكره لينا. محدش هيجي يقولك انا هساعدك، برج الميزان يمكن احنا يعني شويه، يمكن يكون حواليك ناس كتير، وناس كتير قريبه منك يقولوا لك احنا بنتمنى لك الخير، احنا بندعمك، احنا والمقربين، انا اقصد عن المقربين، ولكن في حقيقة الموضوع هم اشخاص بيكونوا مقربين لاجل ان هم يعرفوا ايه اللي وراك واللي قدامك وبتعمل ايه وبتروح فين وبتيجي منين ودنيتك ماشية ازاي، ليس الا.
انت هتعلي عليهم تكبر عنهم هيركنوك على جنب، لكن ان يكون يعني لازم، وده مجموعة وده يمكن الطبيعة البشرية اغلبها بتفكر التفكير ده، ان بيحبوا ان انت تعلى بس مش تعلى اكتر مني. فخلي بالك لان احنا محاطين جدا جدا بالناس دي، عندك اشخاص في المقابل هيساعدوك ويقدروك. حاول انك انت تقيم علاقاتك، حاول ان انت تعرف مين الشخص اللي واقف معاك بالفعل وكمل معاه. الشخص اللي هو هينتقدك او الشخص اللي هو يقف مع ضدك او اللي مش عايزك ان انت تعلي عليه، اهرب منه، اهرب منه، ابتعد عنه. ليه؟ لان هيثير فيك طاقة سلبية وده احنا رافضينه جدا. عندك الفترة اللي جاية موضوع جديد او شيء جديد او ابتكار او شيء مميز، عرض مهم، عندك شيء حلو جدا جدا، كمان عندك عروض مهنية، حاجات حلوة. لازم تفكر ولازم تحسب قراراتك وكلامك وطريقتك، لانك من الاخر انت هتكون مسؤول على كل ده، هتتسأل على كل ده. طيب كمان حاجة تانية، تعاملاتك على السوشيال ميديا، حاول على قد ما تقدر ان انت ما تظهرش اللي جواك او ان انت متضايق من ايه او ان انت في ايه في دماغك، او حاول ان انت يعني تكون بتتعامل بالاسلوب الغامض، او لو مفهوم منك جزئية اهي جزئية وخلاص، يعني جزئية معينة، لكن انك تداري بيها على جزئيات كتيرة موجودة جواك. عندك تقييم، تقدير، مكافأة، هدية، شيء لائق جدا، شيء حاجة حلوة جدا، حاول على قد ما تقدر انك تداري. ليه بقى انا مصممة على انك تداري؟ لانك هيكون عندك اسلوب الافتخار، انك عايز، يعني عايز اقول لكم على حاجة، انا اوقات كتير ببقى اللي هو همسك لساني اخيطه ولا اعمل ايه يعني في نفسي، فما انا ميزانية، فاللي هو يعني كتير كتير احنا بيبقى جوانا الموضوع ان احنا عايزين نقول مبسوطين، عايزين نقول احنا غلبانين جدا، فده نحاول على قد ما نقدر نقلله، لان العيون كلها بصلنا لان هنتحاسب، مش بقى للحسد والغيرة كمان، لأ بصلك عشان تشوف ايه الغلط اللي انت هتعمله، ينتهزوا اخطائك، يطلعوها كده ويفرشوها بره. فعندك ده جدا. طيب كمان برج الميزان عندك فيه شيء مهم، عندك لقاء اجتماعي او حفلة او حاجة، في عندك حاجة هتكون الفترة اللي جاية مميزة جدا. حاول انك تدرس الحفلة دي، حاول ان انت تدرس ايه اللي نعمله، ايه اللي تخطط للموضوع ده، عشان في اشخاص هتعقب على الاحتفال ده، هتعقب على موضوع، فلازم ان انت تكون عامل اللقاء الاجتماعي ده حلو، تكون لبسك شيك مثلا، عندك ناس هتنتقدك لحاجات انت ممكن تكون مش متخيلة، فلازم ان انت تجيبها من الابرة للصاروخ كده زي ما بنقولها، ان انت تكون مرتب حاجتك. برج الميزان عندك الوضع الصحي برضو لازم نخلي بالنا منه شوية، الوضع الصحي بدأ ان هو يقل، يعني احنا زي ما قلت لكم قبل كده في التوقعات السنوية ان احنا الوضع الصحي كان ضايع اخر حاجة، ولكن هيبدأ يتحسن، عندنا هنبدأ نتحسن بقى صحيا، بس ممكن يكون عندك دوخان، عندك نقص فيتامينات، عندك الحاجات دي. برج الميزان عندك اشخاص كتير بتحاول تسيء لسمعتك، وده احنا يمكن اتكلمنا فيه قبل كده، او ان انت بيتكلموا كتير عليك، بيوصل لك مش من حد، من روحانياتك، انك بتحس ان فلان ده مش سايبني في حالي، ده عمال يهري عليا، ده بيهري كلام مش حلو. فانت عندك ده جدا جدا، لدرجة انك لما بتعرف الشخص او بتحس ان هو الشخص ده، بيجي لك الواقع يثبت لك انه فعلا انت احساسك في محله. عندك ده جدا، حاول على قد ما تقدر انك تصدق روحانياتك، صدق روحانياتك اللي بتقول لك الاحلام، اللي بتقول لك، اللي بتحسسك بكل حاجة. خلي بالك كتير، لان روحانياتك ليها دلالة قوية جدا جدا. عندك كمان برج الميزان اشخاص عايزين يصلحوا معاك علاقات، وعايزين يبداوا معاك صفحه جديده، ولكن هم عندهم كبرياء، خلي كبريائهم مع نفسهم وخلي كبريائك انت لنفسك، بص لمستقبلك، خليهم يضربوا دماغهم في اطخانها حيت. يا برج الميزان، اللي عايز يقرب يقرب، واللي عايز يبعد يبعد، واهلا وسهلا في كلتا الحالتين، انت ما تشغلش بالك ببني ادمين، اشغل بالك بنفسك، اشغل نفسك ببكره، اشغل نفسك ان انت تحقق مرادك، ان انت تزود طموحك، ان انت تبني اهدافك، ان انت تصلح من نفسك جسمانيا صحيا عامة، ان انت تصلح مستقبلك، ان انت شيء ضيعته منك، وقت ضاع، ان انت تحاول تعوض الوقت ده، اسرق الدنيا، اسرق الوقت، حاول ان انت تستنفذ طاقتك في ان انت تستغل عمرك، هيجي لك وقت او سن معين تقول انا ملحقتش اعمل كذا، انا مفرحتش بكذا، انا خليت،
حاول دايما ان انت يعني اقول لكم على حاجه، انا يمكن من زمان قوي اللي هو انا عايزه استغل عمري اشد استغلال، يمكن شايفه ان عمري قصير، ولكن يعني بحاول ان انا استغل ده عشان اوصل لسن معين اقول انا حققت كذا وكذا وكذا. فخلينا ان احنا نعمل ده جدا جدا، حاول ان انت تستغل اليوم، ما تخليش اليوم يضيع منك، لا تضيعه في حزن بني ادم، ولا تحزن على بني ادم، ولا تحزن على ماضي. ولو انت خسرت شيء انت قادر تعوضه، يعني ما تخسرش او ما تزعلش على الخساره، الخساره هو ربنا بعدك عن حاجه انت يمكن ما تتوقعهاش. فخلي بالك دايما ان انت تحط في دماغك النقطه دي، ما تزعلش على اللي انت خسرته، قول اكيد كان في حاجه ربنا بعدني عنها. فكر بقى في بكره، فكر في ان انت تصلح وتجدد وتطور وتحقق طموحاتك، يمكن ده شيء هيناسبك كتير للفترة اللي جاية اللي هيكون مبني عليها اللي جاي سنة 2021. سنة حلوة وإيجابية للناس اللي ما سمعتش التوقعات السنوية أنا عملتها، هتلاقوها سنة مميزة جدا على أصحاب برج الميزان، ويمكن من أبراج اللي عندها حظ قوي. برج الميزان أنا بشكركم جدا، ياريت إن احنا نخلي بالنا قوي قوي على نفسنا واجتهاد. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.